يمكن اشهر حكم في العالم بالنسبه اللي جيلنا وقتها كان كولينا، بنشوفه مخيف جدا للعيبه، لكن هو في الاوضه المغلقه عامل ازاي؟ بص، كولينا سر نجاحه في قوه شخصيته، سر نجاحه في ان هو بيعلي دايما سقف القرار. بمعنى يعني ايه؟ بمعنى انه المخالفه بالنسبه له الحد الادنى بيحتسب المخالفه، والحد الادنى للانذار بيدي في الانذار، والحد الادنى ركله الجزاء بيدي فيها ركله الجزاء، ما حدش يقدر يغلطه لانه طبقا للقانون هو ماشي بهذا المنطق. مثلا كلنا كتير جدا من ركلات الجزاء كانت بتبقى بالنسبه له هي امور فيها علامات استفهام كبيره، ان تبص تلاقي في وسط زحمه تلاقيهم صفر ضربه جزاء. طيب تعال نشوف ضربه الجزاء، تلاقي فيه فعلا مدافع بيشد مهاجم، بس في جنبه كمان اتنين مهاجمين بيشدوا اتنين مدافعين، لكن هو تركيزه على اللقطه دي، والصوره لما تيجي محدش يقدر يقول له انت غلط. كلينا على فكره، هو كلينا يعني لو انت شفته في مراحل حياته هو ما كانش كده، يعني هو كان عنده شعره وعنده كل حاجه، بس هو يعني ربنا يعافينا هو مرض جيني بيجيب مرض فما خلاش في جسمه ولا شعرايه واحده، فيمكن دي ربنا سبحانه وتعالى يعني ابتلاه بيها عشان فادته في مصر يكتسب الشخصيه دي. عنده نظرة تخوف، عنده شخصية قوية. أنا يعني مش متأكد إذا كان هو لعب كورة ولا لأ، لكن لأن إحنا في المعسكرات وفي أحيانا كده بنخلص تمريننا ونمسك الكورة ونلعب كورة، ما شفتوش مرة يعني عمل زينا يعني بنحاول. لكن على كل حال هو كان حكم كبير، وحكم اكتسب شهرة كبيرة جدا، ومحظوظ. أنا هقول لك ليه محظوظ، وأحكي لك على واقعة يمكن برضو من الكواليس محدش يعرفها. سنة 96 لما حكمت الماتش الثالث كان أسبانيا والأرجنتين في الكوارتر فاينال، وبعدين وصلت الأرجنتين لعبت سيمي فاينال وكسبت، وبعدين البرازيل بتلعب نيجيريا و3-0 لصالح البرازيل في الشوط الأول. بين الشوطين أنا تعينت للمباراة النهائية، مش اتوعدت، اتعينت. جالي ديفيد ويل الاسكتلندي رئيس اللجنه، وفاروق بوزو رئيس العضو اللجنه، وفرح قده، واحنا في المقصوره وجوه الفي اي بي والحكام كلهم بنتفرج على المباراه، وجم جمال مبروك انت حكم مباراه النهائي، واحتفلوا بيا الحكام على فكره، وعندي الصور. و طبعا الشوط الثاني الدنيا اتقلبت، والنيجيريا 3-0 3-3، وبعدين جولدن جول في اول دقيقه في الشوط الثالث وخلصوا المباراه. فجم قالوا لي ما انت مش محظوظ، خلاص مش هنقدر نديك المباراه النهائي. واتقال كده في الاجتماع، في الاجتماع ديفيد ويل لما جه يقدم قال يا جماعه في واحد هنا الحقيقه يعني مش محظوظ، وده لانه فريق من القاره افريقيا وصل، وعشان كده احنا يعني مش لاقيين غير ان احنا نديله مباراه الثالث والرابع اللي هي كانت البرازيل والبرتغال، وواحد هنا في وسطكم محظوظ ان جات له المباراه وما كانش موجود فيها، هو بيرليجو كولينا ساب مكانه وراح جاي اخر الدنيا وجاي لي قال لي انت كانك معايا في الملعب. وانا على فكره قبل المباراه ديت وقبل البطوله دي كولينا ما كانش من الحكام المصنفين، لكن عمل مباراة كبيرة. الجدل اللي حوالين الجول اللي كسبت بيه نيجيريا اللي هي الدنيا كلها الناحية دي، أمونيك اللي جابه إيمانويل أمونيك الناحية دي، وبس مشترك في جزء من رجليه مع مدافع، كان حقيقة لقطة برضو يعني. ومن بعديها بقى كولينا يعني مشيت الدنيا ومشي لغاية لما أدار المباراة النهائية سنة 2002.